مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد وهذه الحلقة من برنامج تواصل دوت كوم. الأحداث مستمرة ومنصات التواصل تزدحم بالكثير من القضايا والمقاطع المصورة كذلك، ما دعانا إلى اختيار أبرزها وما يدخل في دائرة اهتمام الكثير منكم. كالمعتاد نبدأ من العراق، والبداية بهذا المقطع المتداول وفيه كاميرا مراقبة توثق لحظة إطلاق صاروخ من قبل الميليشيات واستهداف المنطقة الخضراء في بغداد وسط غياب أمني واضح. دعونا وإياكم نتابع. الآن نشاهد وإياكم مقطع آخر، مقطع يوضح عملية تحطيم منظومة كاميرات المراقبة في بغداد والتي كلفت الدولة مبالغ طائلة لإنشائها في محاولة للتعتيم على جرائم الميليشيات المستمرة في العراق. نتابع هذا المقطع ومن ثم ننتقل وإياكم إلى قراءة بمنشورات كتبها عراقيون على فيسبوك ردا على هذه المقاطع. نتابع ونعود. ننتقل وإياكم الآن إلى قراءة في بعض المنشورات التي كتبها عراقيون تعقيبا وتعليقا على ما شاهدته من مقاطع فيديو. نذهب الآن إلى التعليق الأول، وكتبه زيد يقول: بصمات الميليشيات الإرهابية واضحة. الآن نبقى في فيسبوك ولكن إلى منشور جديد، كتبه معتوق الحياني يقول: أين قيادة العمليات والاستخبارات وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء؟ متسائلا. الآن إلى المنشور الثالث، وكتبه محمد ريدا يقول: محمد، أين الهالة الأمنية؟ إذن الموضوع واضح، من الذي يفعل بدمار البلد؟ إلى المنشور الأخير نذهب وإياكم. المنشور الأخير، سمير محمد يكتب: والله دولة والله قانون، بنص الشارع المنفلتين يضربون وينسحبون. كانت هذه قراءة في أبرز المنشورات المتعلقة في المقاطع التي شاهدتموها. الآن في المقطع القادم يبين الواقع المأساوي لسائقي الشاحنات في ظل الفساد المستشري بالبلاد، حيث يتم إجبارهم على دفع الإتاوات أي الرشاوة مقابل السماح لهم بالمرور تحديدا من سيطرة الحسينية الواقعة شمال بغداد كما تعلمون، وهذا بحسب ما تنقله شاهد عيان. نشاهد معا ونذهب بعدها إلى التعليقات. خلي نشوف رئيس الوزراء، خلي نشوف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلي نشوف هاي الناس المستهتر، أنا جاي أصورهم. البوابة مال الحسينية، هذول قاموا برمي الرصاص وتجاوز على المواطنين هذول وياخذون خاوات من التريلات. الآن نتجه وإياكم إلى قراءة في أبرز المنشورات التي كتبها شباب عراقيون على فيسبوك تعقيبا على هذا الفيديو. البداية ستكون مع أبو رقية الذي كتب: هؤلاء يأخذون تعليمات الدولة العميقة. إلى منشور آخر في فيسبوك تعقيبا على ما شاهدتم من فيديو: سلام العراقي يكتب: والله مستهترين ويتحكمون بمقدرات المواطن. إلى منشور ثالث نذهب ولا نزال في صدى هذا الفيديو، حيث كتب أحمد إبراهيم: والله فعلا وصارت قدامي، يأخذ من كل تريلا 15,000 ناس حرامية. إلى المنشور الأخير الآن، محمد أبو جاسم يكتب: على الدولة محاسبة المنتسب فورا، لماذا حين يتجاوز أحد المواطنين على القوات الأمنية يتم جلبه فورا وزجه في السجن؟
ولماذا يعتبر الأمر طبيعيا عندما يعتدي المنتسب على المواطن؟ نعم، لمحاسبة كل منتسب يعتدي على المواطن. في المقطع الآتي مشاهدينا الكرام نشاهد وإياكم كيف اعتدت القوات الحكومية على الخريجين من طلبة الشهادات العليا أثناء تظاهرهم أمام وزارة التعليم العالي في بغداد بعد مطالبتهم بتحقيق حقوقهم المشروعة وتوفير فرص العمل لهم، في مشهد يعيد إلى الأذهان اعتداء حكومة عادل عبد المهدي على هذه الشريحة أو على هذه الشريحة طبعا قبيل اندلاع ثورة تشرين بالأيام التي تشبه هذه الأيام في العام الماضي. نتابع وإياكم ثم نذهب إلى ما كتب من منشورات جاءت تعقيبا على هذا الفيديو. الآن نتجه وإياكم مشاهدينا الكرام إلى قراءة في المنشورات التي كتبت على فيسبوك تعقيبا على هذا الفيديو. سنذهب إلى التعليق الأول، وكتب المنشور الأول محمد الربيعي، يقول محمد: دولة العنف، دولة الظلم، دولة الاستبداد، دولة كانت يتغنى بها الشعراء، أصبحت دولة مسحوق شعبها، مدمرة خيراتها، منهوبة فيها الحقوق. إلى منشور جديد، في المنشور التالي حيدر العامري يكتب: الأحزاب الفاسدة تكره العلم لأن بقائهم إذا تفشى الجهل. إلى منشور ثالث، أزهار وهاب تكتب: ربي يحفظهم ويحميهم ويرجعون سالمين إلى بيوتهم. إلى المنشور الأخير، سانجو سان تكتب ويقولون: ليش الشعب العراقي صاير يكره القوات الأمنية؟ تتساءل متعجبة. الآن إلى الفيديوهات الأخيرة في فقرة المقاطع المتداولة. نبدأ بهذا الفيديو وهو عن وقفة احتجاجية لمنتسبي وزارة الكهرباء، وقعت أو حدثت أمام دائرة الكهرباء في كربلاء للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم بعد تأخيرها لمدة 6 أشهر متتالية. نتابع. الراتب ونشتغل، جبناها من بدء رمضان لحد الان نشتغل ونقول العالم خطيه وحاله انسانيه ونتحمل وكفيلك الله ولا ربع جيبنا. ها، والمحافظ حاير لي يبلط لي شارع وثاني يوم يخلع. انت وين لقيت الكلاواتي؟ رحمه لبيك، احنا وكفيلك الله جزرنا. يعني الى متى؟ الى متى هاي السالفه؟ العالم عنده عوائل، عنده جهات. في السياق ذاته منتسبو وزارة الكهرباء يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، وأيضا يطالبون بمراعاة ظروفهم الاقتصادية في ظل تفشي كورونا. نشاهد وإياكم الفيديو القادم ثم نذهب إلى قراءة في منشورات كتبت تعقيبا عليه. التعبان لا راتب ولا تثبيت، العمر خذاني، احنا شنو ذنبنا؟ يعني 5 أشهر 6 أشهر ما مستلمين رواتب بهذا الموت بهذا الضيم، شنو ذنبنا؟ بس اريد اعرف يعني مقصرين بعملنا مثلا؟ فمناشده الى السيد وزير الكهرباء ينظر لنا، ينظر لحالنا، اصحاب عوائل، يعني ما نعرف شنو السبب، ليش لحد الان احنا بدون رواتب؟ عندنا عوائل زين وضعنا، يعني هسه انا هسه اي لحظه، باي لحظه هسه انا صاحبي هسه بعداد الموت نصير، فما لنا اي حقوق يعني. فجزاكم الله الف خير، جزاكم الله الف خير، توصلون صوتي الرئيس مجلس الوزراء للسيد ربما يقول قائل ممن شاهدوا هذا الفيديو: قد نعلم ما يحدق بكم من أخطار، لكن هل يشاهد مثل هذه الخطورة المسؤولون فينظرون إليكم بعين العطف؟ هذا ما يتمنى. الآن قراءة في التعليقات على ما شاهدنا من فيديوهات، والبداية
بلينا التي كتبت: إلى أين يا حكومة الفشل والفساد؟ وعلامات استفهام. إلى منشور جديد كتبه حمود العراقي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، صار 6 أشهر بدون راتب. إلى منشور ثالث: ميثاق الغزالي كتب: ذنبك إنك عراقي، الحكومة أخذت حقك وحقي. إلى المنشور الأخير: في المنشور الأخير نقرأ ما كتبه أحمد الحضرمي الذي كتب: رواتبكم أخذوها المعممين. إذن رسالة واضحة من أحمد. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم الآن إلى فقرة أنت ترى. وصلنا وإياكم إلى فقرة أنت ترى، وعلى هذه الخدمة التي خصصتها قناة الرافدين لكم وصلنا مقطع لتظاهرات أهالي المعتقلين في بغداد للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الأبرياء المعتقلين في السجون الحكومية في ظل تفشي فيروس كورونا بالبلاد. نشاهد وإياكم. لم يفقدوا الأمل، ومثل هذه الفيديوهات تأتي تباعا، وهؤلاء المواطنون يأملون أن يجدوا من ينظر إليهم بعين العطف. مشاهدينا، نذكركم أنه بإمكانكم إرسال مقاطع فيديو تصورونها أو تقع حولكم وتؤثر على واقعكم اليومي، ونحن بدورنا نعيدكم بالاهتمام بها ونشرها في برنامجنا والبرامج الأخرى. الآن ننتقل إلى فقرة جديدة. وصلنا وإياكم فقرة صندوق الوارد، نستعرض الآن الرسالة التي وصلتنا حرفيا لم ننقص منها شيئا، وجاء فيها: نرجو منكم أن تنشروا مشكلة عوائل الموصل المتمثلة بصعوبة إخراج شهادات الوفاة لعشرات الآلاف من الأسر، حيث أن الطب العدلي يشترط لعمل شهادات الوفاة فتح قبر المتوفى، ولكن عشرات الآلاف من الجثث لا يوجد لها أثر نتيجة قصف الطائرات وعدم التمكن من دفنها، حيث لا تستطيع هذه الأسر تسجيل أطفالها بالمدارس ولا الحصول على عمل أو ميراثها. هكذا تكون أعزائنا المشاهدين انتهت هذه الفقرة. الآن ننتقل وإياكم للفقرة التالية، وهي فقرة هاشتاج. ابقوا معنا. تصدر واسم سلطان هاشم ترند بعد إعلان العراق على تويتر وفاة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد إثر نوبة قلبية داخل سجن الحوت سيء الصيد في الناصرية. وقد عبر المغردون عن تعاطفهم مع الفقيد واستذكروا بطولاتهم بفخر واعتزاز. نقرأ عليكم الآن عددا من التغريدات التي اختتمت بهاشتاج سلطان قاسم أو سلطان هاشم عفوا.
الدكتور لقاء مكي يكتب: عاش هذا الرجل البطل بشرف ومات بشرف، وسيكون عمره أطول من عمر سجانيه. هاشتاغ سلطان هاشم. عدي يكتب: عندما يكون للرجولة عنوان فنقول إنها سلطان هاشم، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، أحد أبطال حرب الثماني سنوات وأحد أهم شجعان الذين جعلوا الخميني يتجرع السم بقبوله قرار وقف إطلاق النار، يوافق يوم استشهاده مع ذكرى إعلان الخميني موافقته على وقف إطلاق النار والتي وصفها كمن يتجرع السم. إلى تغريدة الثالثة ننتقل. عماد سهيل يكتب: وقل للشامتين صبرا فإن نوائب الدنيا تدور. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. الله يرحمك ويرحم كل بطل شريف دافع عن هذا الوطن من أمثالك وسابقيك. مع الأسف العراق يخسر أبطال يومية ويبقون شكوى واحد عار على مجتمع وما منا فائدة. سلطان هاشم في ذمة الله، الملتقى عند رب العباد. إلى التغريدة الأخيرة. رامي يكتب: فقط في بلادي بلاد العجائب يكرم الجندي والمقاتل الأجنبي ويوصف بأوصاف الشجاعة ويوضع باقات الزهور على مقابرهم وقتلاهم. أما جندي البلد ومقاتله الذي أفنى عمره في خدمة الوطن والدفاع عنه يتم إذلاله وإهانته بوضعه في السجن 17 عاما، لا لشيء سوى حبه والإخلاص لبلده. هاشتاغ سلطان هاشم. ظل أن ننتقل الآن إلى الفقرة الختامية وهي مخصصة لمقاطع الفيديو التي تنشر عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. عن فيديو نشرته وكالة رصد، وهذا الفيديو يبين القصة الكاملة لاختفاء فلسطين أو إخفائها من خرائط جوجل. احتلال على الأرض وفي الفضاء الإلكتروني، كيف أخفت جوجل وأبل اسم فلسطين من خرائطهما؟ نتابع. الآن إلى طريقة وصفت بالمبتكرة لمحاربة الأكياس البلاستيكية في قطاع غزة، ولكن كيف؟ دعونا نتابع. المبادرة جاءت مش لغرض ربحي قد ما هي لغرض توعية، إنه اليوم بدنا نحط حد لاستخدام الأكياس.
بلوزة، رح نرسم عليها حجم الشنطة اللي إحنا بدنا إياه. كان في إقبال ممتاز مميز على المنصة، تفاعل معها من مختلف الجمهور الغزي، حتى كانوا بتواصلوا مع الشباب إنه أنا عملت كيسة، هذه صورة كيسة. شوف الناس يعني شايلة الشنطة، وهذا إشي بيسعد، يعني إنه فكرتنا وصلت وهدف مبادرتنا تحقق تقريبا. الآن إلى شاب مغربي في مدينة باليرمو وعمره 22 عاما يشد اهتمام الصحافة الإيطالية بعد موقفه الشجاع بإنقاذ سيدة وابنها جرفتهما مياه الفيضانات في المدينة. ترى ما الذي فعله سفيان الصغير؟ نتابع. وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من تواصل.com. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم لاحقا وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. دمتم بخير وإلى اللقاء.